يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الثلاثاء طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود طقس بارد ليلا على أغلب الأنحاء. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من محافظات ومدن الجمهورية، ونبدأها من القاهرة. القاهرة 21-14، الإسكندرية 21-15، مطروح 20-13، بورسعيد 21-14، والإسماعيلية 22-12. ونذهب إلى السويس. السويس 22-12، العريش 21-11، طابة 22-14، شرم الشيخ 24-17، والغردقة 25-16، والأقصر 23-11، أما أسوان ف 24-12، الوادي الجديد 22-8، شلاتين 28-19، وأخيرا حلايب 26-18. والآن نستعرض معكم مشاهدينا بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.